مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من حلقاتنا كونوا تفتحوا على قناه تي في صوت العرب من كندا. حسب الطلب الكبير اللي اجانا والاسئله الكثيره عن العنايه بالبشره، اليوم احنا نتشرف باستضافه الدكتوره داليا وائل من الاردن للتكلم عن هذا الموضوع. الدكتورة داليا اليوم موجودة من عيادتها الخاصة في إربد، ونشكرها لإعطائنا هذا الوقت. أنا عارف أنه عندها اليوم زحمة ووقت كبير لأنه الزباين أو المراجعين، ولكن نتمنى لهم أول شيء الشفاء وكل الصحة والعافية، ونشكر الدكتورة على إعطائنا هذه الفرصة العظيمة. شكراً لك للشرف دكتورة. المرة الماضية طبعا احنا عرفنا فيكي، انت شخصيه ما شاء الله لك حضور رائع على الميديا، الناس حبوكي في كندا، وان شاء الله في ناس قالوا لما يرجعوا الاردن حيزوروكي في العياده اللي هي فيفيد. صحيح صحيح، فيفيد بيوتي اند كير. اهلا وسهلا فيهم. تسلمي، اكيد تعطيهم ديسكاونت كويس لشباب كندا وصبايا كندا. اكيد ولو طيب. الله يخليك يا دكتورة، الله يحفظك. طيب دكتورة، أنت مهتمة بالبشرة والصحة الجمالية للشخص للإنسان، وحكيتي المرة الماضية كيف نتعامل مع رمضان والبشرة، وطلبنا منك تحكي لنا شوية شغلات عن موضوع الخلطات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها، سواء الخلطات اللي ممكن نسويها في البيت أو الخلطات الجاهزة. لو تحكي لنا شوي عن هذا الموضوع. دكتور جمال، بشكرك مرة تانية على الاستضافة. هلأ أنا عشان بالنسبة للديسكاونت، أنا بعطي نصائح مجانية كيف تهتمي ببشرتك. هلأ شو اللي صار معانا؟ إحنا تأخرنا لضيق الوقت، ما قدرت أطلع بحلقات أبكر من هيك. إحنا اليوم بي 27 رمضان أو 26، مش كتير عم بعد، ما بدي إياه يخلص رمضان، أجواءه كتير رائعة، بتعرف كيف هيك الروحانيات بتكون كتير حلوة. هلأ الفكرة إنه إحنا ضايل معنا نحكي أسبوع ورح يجي العيد، يعني إحنا لازم نكون مبتهجين. شهر رمضان كان تعب، عزايم وسهر وأكل من جميع الأشكال. هلأ إحنا معانا كم من يوم رح نبلش أحكي لهم أشياء ممكن تعطي نضارة. مش نحكي سريعة لأنه الاهتمام بده، خصوصاً بالوصفات الطبيعية دكتور، بده استمرارية وقت طويل. بس إحنا معانا 5 أيام فعلياً، إذا بنعمل كل يوم شغلة، حتى رح أحكي أشياء بتناسب جميع أنواع البشرة علشان الوقت كتير ضيق، فما رح أخصص كل بشرة. أوكي، هلأ أهم شيء نهتم بواقي الشمس. اوكي، وان شاء الله تكونوا رديتوا علي من المره الماضيه لما كنت احكي واقي الشمس كثير مهم. هلا بنحكي عن الاشياء اللي جاي معنا 5 ايام، شو نعمل؟ نقشر بشرتنا. اقل شيء ممكن انت تستخدميه عندك بالبيت لتقشير البشره والحصول على بشره ناعمه. اذا بتلاحظ دكتور جمال، انا امبارح كنت عم بعمل على فيديو على التيك توك لمتابعيني، طلبوا كيف بعتني بشرتي، وانا فعليا للصراحه نادر ما اعتني بشرتي من كثر الاشغال. بتعرف باب النجار مرات بيكون مخلع، فعملت الفيديو وتشكرتهم انهم اعطوني، يعني انه اجبروني اعمل فيديو، فبشرتي حصلت على نعومه خرافيه. كنت انا بمثل وبعمل فيديو وبالتالي استفدت. فعندك بالبيت قهوه وزيت جوز الهند، بنحطه على البشره، بنخليه زي الماسك. طيب، وبعد ما ينشف بنبلش نفرك بالبشره، راح نشيل كل الخلايا الميته، راح يصير سوفت. انا امبارح عملت هذا الفيديو، واذا بتلاحظوا على بشرتي، هذا بشرتي عم تلمع، مش حاطه شيء، بس ضبطت عيوني علشان المتابعين. فالفكرة عادية، ما هو العربية، البن قهوة مع زيت جوز الهند، نخلطهم بصيروا زي العجين، وبنحطهم على كل بشرتنا ونصير نفرك، يعني نحطهم 10 دقائق بنصير نفرك. هاي أول طريقة للتقشير. ممكن نقشر بسكر وزيت زيتون، بس أنا يعني السكر وزيت زيتون ما بنفع غير البشرة الجافة، لأن يعني البشرة الدهنية إذا بنعمل سكر مع زيت زيتون بنزيد الدهنيات. عشان هيك أنا اختصرت بنوع واحد اللي هو القهوه وزيت جوز الهند، بيعطي نعومه، مش يعني نعومه بيشيل كل الخلايا الميته. هاي خلصنا من التقشير. هلا بدنا نستخدم اللبن، بدنا نستخدم ماسك اللبن. معانا 5 ايام كل يوم نستخدم ماسك اللبن مع شغله، مره نعمله مع خياره، مره نعمله مع شوفان. ماسك اللبن يعني المواد الاكسده اللي فيه بتعطي نضاره، خلينا نحكي صحيح ما بتدوم، يعني بدها يعني بدنا فتره، يعني استخدام اللبن مع اي شيء، تمام، مع شوفان، مع مية الرز، مع بياض البيض. اوكي، جيبوا ورقه وقلم عشان ما تنسوا. اوكي، فالفكره انه هذا الماسك بالذات بيعطي نضاره
حقيقية وخلينا نحكي وهمية باليوم نفسه، بعدين بتروح. فعشان كده بحكي للصبايا التزموا فيه، عملوه مرتين بالأسبوع عشان تحصلي على النتيجة. إذا مثلا أهملتي حالك شهرين، تكوني أنت بالشهرين يعني معوضة مؤسسة. فبس إنك إذا عملتيه خلال هدول الخمس أيام، أنا متأكدة رح تبهجي ماسك اللبن، خصوصا مع بياض البيض بنحطه كماسك وبنشال بنشال كماسك يعني. أوكي، هلأ في كمان شغلة بدي أنصح الصبايا اللي عندهم دهونات زيادة بأنفهم ومنطقة الأنف، تمام؟ هاي الخلطة أنا شخصيا بحبها كتير، سحر. منجيب بودرة الزنجبيل، تمام دكتور معي؟ هاي ممكن تفيدك. بودرة الزنجبيل، تمام؟ مع خل التفاح. خل التفاح طبيعي أو صناعي ما بتفرق. بنعمل معلقة بقدر، خلينا نحكي معلقة على معلقة، إنها تصير عجينة، أوكي؟ يعني you can control it، أوكي؟ بتصير العجينة هاي، بنحط هاي العجينة على الأنف، أوكي؟ على منطقة المثلث هاد. بنستنى بالضبط 10 دقائق، أكثر من 10 دقائق أصلاً الشخص ما رح يقدر يتحمل، أوكي؟ اللي بشرتهم حساسة بس 5 دقائق، ويعملوها مع مي، يعني زنجبيل مع مي، البشرة الحساسة، البشرة العادية والدهنية خصوصاً، خل مع بودرة الزنجبيل بنحطه على الأنف 10 دقائق. دكتور جمال سحر، بيمتص كل الدهنيات اللي بالأنف. هلا هو ما بيصغر الأنف، بس فعليا الواحد لما يصغر يعني يمتص الدهنيات، الأنف بكش، بتحس انه هيك صار أنفك ململم. يمكن أنا بحكي شو كتير أردني وفلسطيني، ما ممتاز. إن شاء الله عرب كندا. فالأنف بكش وبيعطي نعومة للأنف. بنعمله هلا معانا 5 أيام، بنعمله 3 أيام متتالية، 3 أيام متتالية، وكافي إنه يضل أنفك بدون دهنيات لمدة 3 أشهر. اوكي، يعني هاي الوصفه تنعمل اصلا كل 3 اشهر مره، 3 ايام ورا بعض 10 دقائق. سحر فعليا، هو رح يحرقك ورح تحس انه عيونك عم بيحرقوكي. تحملي 10 دقائق بالضبط، اكثر من هيك رح نسبب حروق، وانا هذا الحكي يعني بدكم تكونوا حذرين فيه، تمام؟ هلا بالنسبه كمان خلينا نحكي للصبايا اللي عندهم تصبغات بوجههم واثار حبوب ومش مهتمين وبدهم يبهجوا، فرح انا متاكده اول يوم العيد المكياج رح يشتغل، الفاونديشن وكونسيلر وهي القصص. خلينا نحكي انت بتقدري تعطي بهجة، أوكي، بدون كل هاي الأشياء. ممكن نحط واقي الشمس يوم العيد مع شوية بودرة يكون كافي. شو بدنا نعمل، تمام؟ لهذا الحكي نعمل الحليب، حليب بيبيض البقع، يعني نستخدم الحليب مع دقيق الطحين. طبعاً أنا هدول حافظتهم كتير، يعني خلينا أحكي لك، بوقت الكورونا السنة الماضية لما انحجرنا شهرين كاملين، هلا انا بتعرف اخصائي بشره وتجميل، التجميل اللي بدون حق مش جراحي بالحقن، اوكي، بس طورت حالي بالشهرين بالامور المنزليه، الخلطات، لانه بعرف انه ظروف الناس مش يعني مستويات متفارقه، فحبيت افيد كمان البنت اللي بالبيت اللي بتعرف، يعني كمان البنت لما تكون بالبيت بكون صعب تطلب أشياء تجميلية من أهلها، يعني مصروف زيادة بهاي الأوقات وخصوصاً بكورونا. فهاي الأشياء بالبيت كتروا، اللي ما طبخ لسه سمك يطبخ سمك. السمك بيعطي نضارة للجسم، يعني السمك مفيد جداً، لازم كل أسبوع الواحد يأكل وجبة سمك. فاللي ما عمل سمك بشهر رمضان، وحتى اللي عمل يعمل له كمان وجبة سمك بالأيام اللي جاية. وحتى لما بتنظف الصبية القشر تبع السمك، مش غلط تحطه، لأنه قشر السمك بيعمل هيلينج للبشرة بشكل مش طبيعي. يعني آخر دراسات يلا آخر من الجوع من الجوع والعطش، آخر دراسات بالمكسيك اكتشفوا أنه قشر السمك بيعمل هيلينج للجروح، يعني خلال أيام هيلينج سريع. يعني إذا عملنا وجبة السمك، وجبة السمك هي منيحة أصلاً، موكو دائما بتعرف الاعتناء الداخلي من جوا لبرا، منحط قشر السمك على بشرتنا كمان حلو، نكتر مي، نشرب خضار، خلينا هيك يعني نعمل ريفرش لجسمنا، نشرب لنا كاس برتقال، نركز على البرتقال، يعني خلينا نعطي أشياء لجسمنا بنفس الوقت نعتني فيه من برا. يعني مثلا حتى الصبية عملتي سلطة، نحط ليمون، الليمونة هاي أنا عندي ما بتنكب دكتور جمال، تنحط على الوجه، بحطها على الوجه بعد ما عصرها، بحطها على الوجه وبحطها على أظافري وبكمل السلطة، لأنه بتعرف فيتامين سي بيقوي الأظافر، وبنفس الوقت بعطي فيتامين لبشرتي. يعني هاي الأشياء برمضان أشياء بسيطة بس فعليا ممكن تغير بشرتك وتعطيك نظارة على العيد كتير حلوة، مش بتحكي نظارة اللي أنت متوقعتها إذا أنت مش مهتمة بحالك من قبل،
اوكي، بس متاكده انك رح تحسي حالك مبهجه، والناس اللي كانوا بتواصلوا معك برمضان وشافوكي بالعيد رح يحسوا انه عن جد عندك بهجه العيد، والتعب اللي تعبناه والجلي اللي جليناه احنا الصبايا خصوصا لازم ندلع حالنا، يعني ما بصير. اكيد اكيد، يعطيكم العافيه. اذا حكينا انا كتبتهم ترى، يعني هايهم ها. برافو برافو، والله بتستفيد منهم، لانه هدول تعب شهرين دكتور جمال، يعني عندي دفتر خاص كله كاتبته بطريقه يعني انه حتى نحفظتهم، عرفت كيف؟ صحيح انا ما بستخدمهم، بس كثير بيجي عندي زباين يعني ممكن تعمل ابره نضاره تمام، بس يعني ما بتقدر تكمل، يعني هلا المينيمم 3 جلسات مثلا ابر نضاره حقن فيتامينات وهايرونيك اسيد، بس لانه بتعرف هاي الاشياء التجميليه كثير غاليه ما بتقدر تكمل، فانا مضطره اعطيها إشي لاني انا هي صارت ماي بيشنت، فيعني انا لازم اكون حريصه انه انا اتابعها حتى لو هي مش قادرة تكمل معي كمادية، عرفت كيف؟ فبحاول أعطيها هاي الخلطات تحافظ على الإبرة اللي عملناها، تحفزها، عرفت كيف؟ وهكذا يعني كتير أمور يعني خلطات رائعة جدا دكتورة. أنا حرجع أعيدهم سريعا وصححيني إذا أنا نسيت شغلة، القهوة مع جوز الهند هذا مقشر، هذا المقشر، اللبن هذا الماسك بعد المقشر، بعد المقشر، بعدين بودرة الزنجبيل مع خل التفاح على الأنف لمدة 10 دقائق للبشرة العادية والناشفة، البشرة الحساسة بودرة الزنجبيل مع الماء لمدة 5 دقائق، الحليب زائد الطحين ممكن يستخدم، وزي ما حكيتي قشر السمك أو قشر الليمون ممكن استخدامه أيضا للبشرة. أي شيء دكتور جمال، أنا كيف بدي أحكي لك، وصلت لمرحلة أي فواكه موسمها سبحان الله، يعني وصلت لقناعة أي فواكه يعني تطلع بالموسم بيكون فعليا سبحان الله، الله حاطة أنك أنت بحاجتها بهذا الوقت. زي البطيخ بيطلع بالصيف، والبطيخ لما الواحد بيصير عنده جفاف بالصيف فالبطيخ فيه كمية ماء عالية سبحان الله، أنا باكل بطيخ والبطيخة كمان بستفيد منها على وجهي، ما في قشرة إلا ما بحطها على وجهي قبل ما اكبها بالزباله. يعني ايش من البطيخ كمان ممكن نمسح فيه الوجه ويستفيد من البطيخ؟ فيه مواد مؤكسده ما ممكن تتخيلها، يعني كثير في مواد تجميليه غاليه كثير بيكون من ضمنها من مكونات البطيخ، يعني بتكون غاليه، يعني هلا احنا ممكن صبايا هلا يعني خلينا نحكي بالجهه الثانيه، ممكن صبايا يعني عندهم سيرامات جاهزه تمام، كمان السيرم الجاهز هايرونيك أسيد وكولاجين تحط يعني تحط على بشرتها وتعمل بحركة دائرية عشان الجسم يمتصه، يعني اللي عندهم بالتالي مواد اصطناعية خلينا نحكي كمان تكتر منها. أي شيء فيه فيتامين سي بنحط بالليل ما بنحط بالنهار لأنه بتحرق وجهك، أوكي فيتامين سي جاهز، حتى قشرة الليمون إذا بنحطها على وجهنا وبنطلع مثلا نكنس البرندة بهالخمس دقائق غلط، لأنه الفيتامين سي مع الضوء حتى ضوء البيت تمام ممكن يعمل حروق وبيعمل لك غمقان بوجهك، لازم تعمليه بعتمه، حتى علبه السيرم دكتور جمال يعني هاي معلومات ممكن تفيد الصبايا، علبه السيرم الاصليه بدك تشتريها شو ما كانت الماركه تمام، تتاكدي انه العلبه سودا، العلبه انت ما بتقدر تشوف فيها قديش السيرم قد ما هي سودا، لانه الفيتامين سي بتاثر بالضوء كثير وبفقد فعاليته. عشان هيك دكتوره في نايت ماسكس ودي ماسكس ودير كريم اوكي صح. انا صراحه تعرف احنا الشباب معلوماتنا هاي الشغلات صفر، انا بس والله بينات الشباب بال2021 بالنسبه لي عندي انا بشغلي متساويين، حتى انا عندي زباين شباب اكثر من البنات بشوي، ما شاء الله ما شاء الله يا الله، متابعيني على التيك توك كمان الشباب متعادلين مع البنات الحمد لله عندي تعادل. طبعا بهذه المناسبه بندعو الجميع لو تابعت الدكتوره على التيك توك الاسم موجود دكتور دوت داليا دوت فيفيد زي ما هو مكتوب دوت فيفيد يس، تابع الدكتورة على التيك توك. مرة تانية بشكرك دكتورة في هذه الحلقة اللي أكثر من رائعة، اللي أعطتينا فعلا فيها شغلات مهمة جدا للبشرة والعناية فيها من المنزل، وهذا الناس كتير هلأ عم ترجع للطبيعة والشغلات الطبيعية، زي ما حكيت لكم الدكتورة ما تكبوا أي شيء في البيت كله ممكن تستخدموه. تفضلي دكتورة. في معلومة كتير حابة أحكي لهم إياها كمان هلأ خطرت ببالي كمان دكتور جمال، الخوخ سبحان الله، الخوخ إذا بتلاحظ بيطلع بالخريف أول الخريف بيطلع الخوخ،
اكتشفت انه الخوخ فيه ترطيب عالي، فيه مضاد للبكتيريا والفطريات. اذا بتلاحظ الجو بالخريف بيكون مغبر، بتحس هيك في ناموس ما بتقدر تتحمله، جفاف. الخوخ ماسك الخوخ بموسمه رائع فعليا. بشرتك بتضلها مرطبه حتى بالجو، بيحميك من البكتيريا والفطريات والحشرات اللي بتكون اصلا بالجو، فيعني رائع. فانا بنصحكم كل الفواكه بموسمها. طب ماسك الخوخ كيف نسويه بس سريعا دكتوره؟ تهرس الخوخه، يعني بتجيب خوخ الا ما هالولاد بتعرف انت بتجيبه بتكوم والواحد يدوب ياكل. اللي بخمج عندك، انا اللي بخمج عندي ما بكبه، او حتى اللي كان اوريدي مخمج ما بكبه، بطحنه تمام وبحطه بتبروير وبحطه بالثلاجه. كل ما بدي بستخدمه مع البروده بيعطيك فريش فريش فريش. ممكن تزيد عليه زيت جوز الهند، ممكن تزيد عليه مثلا شوفان، شويه حليب، يعني هاي حسب كل حدا شو حاسس بشرته. بعدين يعني سوري دكتور جمال، جوجل ما خلى شيء تمام. يعني انا بالنسبه لي بني ادم هلا صار بيقدر يحصل على المعلومه باي مكان، بس يعرف وين يحصلها تكون صحيحه. يعني انا مثلا واقع ما بقتنع الا اذا كانت ارتكلز مصدقه، يعني منشوره بمجله معتمده لحتى انا اعتمد الشيء اللي بدي احكيه للناس، وبالاضافه اني بجربه على حالي. غير هيك انا مستحيل احكي شيء. يعني صحيح بحكي لكم اتنوروا وافتحوا على جوجل، ممكن تشوف مثلا شو بحاجه للبشره الجافه، بتكتب بيطلع لك، شوفي واحد واثنين ثلاث، مش اول ما يطلع لك استعيد نظارتك خلال 24 ساعة، حطي أبصر شو. فهمت كيف؟ هذا الحكي كتير لزيادة المشاهدات، فالواحد لازم يكون كتير عقله يعني واعي لهاي الأمور. زيت الزيتون دكتورة، هل مفيد للبشرة ولا لا؟ زيت الزيتون سيء للبشرة. زيت الزيتون ماشي ممكن ينضاف على الخلطات إذا لم يتوفر عندك أي زيت تاني. بالنسبة لي أنا زيت القلي اللي هو زيت الذرة أفضل من زيت الزيتون. زيت الزيتون حلو بيعطي ترطيب ما شاء الله عليه، بس زيت الزيتون بيوسع مسامات الوجه، بيفتح مسامات الوجه، فهو أوكي بالمقابل بيعطيني إيجابي، بس بيعطيني مقابل سلبي. فممكن أضيفه يعني أضيفه كتير بنقاط قليلة مع أي خلطة إذا لم يتوفر زيت تاني. برجع بحكي لأنه أنا زيت الزيتون يعني بصراحة مش بقتنع فيه، حتى بيسمر يعني، بحسه بيعطي اللون بيأثر على صبغة الميلالين وبيخليها شوي أغمى. يعني أنا بستخدمه لما بدي أعمل تان دكتور جمال، لما بدي أصير أوكي. هلأ اللي عندنا هون في كتير بحبوا مثلا يسمروا حالهم شوية أو تان بسيط، لأنه بتعرفي إنه فيش شمس زي بلادنا إحنا. دكتور بننسق حلقة لكان الحلقة الجاي اوكي، لازم نحكي يعني انا اللي عملتها على التيك توك عندي، كيف الصبية اللي حابة تحصل على تان طبيعي بعيدا عن خطورة السكين يعني سكين كانسر وهي الامور، راح اعطيهم امور يلتزموا فيها راح تحصل على بشرة رائعة سوفت وسمرة زي ما بدها، بنفس الوقت تكون حامية حالها من اي امراض سرطانية او امراض الجلد او اكزيما. خلينا الحلقة الجاي علشان انا بعرف الحلقة الجاي إن شاء الله. نراكم في حلقة قادمة. سلام للجميع. أهلا وسهلا فيك. شكرا دكتورة، يعطيك العافية.